ثلاث جاي المغامرة مازال مستمرة على دوزير. الموعد كيتجدد مع حلقة أخرى من الموسم الخامس من جزيرة الكنز، حلقة كلها تشويق، إثارة ومغامرة. خمسة ديال الأبطال من ميادين مختلفة. الممثل عبد الصمد الغرفي، تسكت ولا ما غتسكت؟ الممثله والصوت المتميز في الدبلجه ماريا للواز. حياتي انا ديما معاك. شكرا حياتي. بارك الله عليك. لا كرونيكوز ندى الحريف. وين ندى؟ مزيان. المغامر محمد وسيل. وجود. وعنصر الخبره عثمان موليني. معكفر بالبيشاميل. هدف واحد جمعهم كاملين. واش غيستطيعوا يوصلوا للكنز؟ جيبوا الكنز بالجد. تابعوهم ثلاث مليم في جزيره الكنز فقط على دوزير.